السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز أضيف علامة مئية في Library Office Writer، فبروح لفورمات وألاقي ووتر مارك، تكتب الكلمة اللي أنت عايزها مثلا بيم أرابيا، هتخلي الزاوية قد إيه، الفونت قد إيه، الشفافية، تمام، هتقول له أوكي، هيبدأ يضيفهالك كووتر مارك أو علامة مائية في كل الصفحات بتاعتك بالشكل دوت.